بدون مونتاج. عمر اتفضل يا عمر، اخر سؤال، هنشوف السؤال الاخير في الحلقه وهنشوف السؤال موضوعه ايه. لفه كامله يا عمر. جوكر، جوكر في الحاله دي عيلة عقل هتختار موضوع السؤال. فنون. 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 لو الاجابه صح هنقول مبروك، لو الاجابه غلط هيبقى في فرصه عند عيلة نجم انها تجاوب. اتفقنا؟ سؤال ب 20 نقطه ولا 30 نقطه؟ 30. دوس على البازر. سؤال ب 30 نقطه. قبل ما اسال السؤال عايز اقول ان العيلتين لعبوا مباراه جميله جدا، وانا بحيي العيلتين على الروح الجميله اللي موجوده في حلقه النهارده. اخر سؤال فنون، والسؤال هو: من هو الفنان الذي لعب دور الضابط حسين جوهر في مسلسل ذهاب وعوده؟ في مسلسل ذهاب وعوده. في اجابه؟ ياسر جلال. ياسر جلال. ايه اروى؟ اجابه صحيح. اجابه صحيح، ياسر جلال. ويا مدام رانيا، اصل انا اللي كتبت المسلسل ده بجد والله. ايوه هو مسلسل جميل بصراحه. ياسر جلال. اجابه صحيحه. هارد لعيلة نجم، هارد لك. فرقت معاكو على آخر سؤال. يلا الحمد لله. بحييكو ومبسوط جدا إن انتوا اتضميتوا لعيلة العباقرة. نحيي كلنا عيلة نجم. مدام رانيا، عندي خبر ليكي حلو. أفضل لاعب في ماتش النهاردة ب 80 نقطة. ألف مبروك لعيلة عقل، اتأهلتوا لدور 16.